سيد بهجن، تحدث عن لطميات وبكائيات وذكرى دينية يعتبرون هكذا موضوع عقدي، ما دخل السياسة فيه؟ يعني هذه المشاهد عقدية ولا سياسية؟ كيف هي سياسية؟ أنت سمعت ماذا قال الخميني لما وصل إلى الحكم بالـ79؟ قال علينا أن نجعل من المناسبات والشعائر الدينية ثورة في الشوارع، يعني استغلال ديني على أسس سياسية توسعية فارسية. وهذه كل هذه السنوات يعمل الفرس، حتى في زمن الشاه كان في يوم من الأيام، هذا بالمناسبة كان تم يعني استقبال أو ما يسمى بمراسيم إقامة سفارة في إيرانية في العراق، يعني تعرف هذه مراسيم دولة. فلما جاء السفير الإيراني وتحدث مع عبد السلام عارف 1964، قال إنه شاه إيران يدعوك ويطلب منك أن تسهل شؤون شيعة العراق. رئيس الجمهورية قام وضرب السفير الإيراني في بغداد حتى يقدم أوراق اعتماده، قال له أنت منو حتى توصيني بشيعتنا؟ هذولا ناسنا أهلنا، أنت جاي منك توصيني أنه الشاهنشاه يقول لك راعي الشيعة؟ ليش هو شنو علاقته بشيعة العراق؟ بقت أخي العزيز التصاهر والنسيج الوطني العراقي ثابت ونظيف حتى الثمانينات، إلى أن جاء الخميني بهذا المشروع الطائفي. ومن هنا هذه العقوبة اليوم على شيعة العراق من قبل الفرس، إذلالهم لأن شيعة العراق وقفوا مع سنة العراق وهزموا خميني وجيشه وذيوله اللي اليوم بالحكم بالعراق. هذا هو الشيعي العراقي العربي الآن، صح هذا الشيعي الآن صح، لأنه من كثرة الحملات الإعلامية غسل الأدمغة، وإحنا وأنت وكل الكل تابع أنه رامسفيلد يقول تعاوننا مع السيستاني لاحتلال العراق، بول بريمر يقول تعاوننا، أعضاء في البرلمان يشكرون السيستاني، كولن باول يقول نحيي السيستاني على دعمنا، أنه ما أخرج فتوى مقاتلة الاحتلال واعتبرهم أصدقاء وأنه جيوش صديقة وسيخرجون في الوقت المناسب. هذه يا سيدي اليوم صحوا العراقيين اليوم أنه كيف نضحك علينا. ومن هنا شعارات شباب العراق اليوم، إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. يعني هذا المشروع الإعلامي، تعرف أنت كم قناة فضائية؟ بحدود 70 قناة، 10 مدري 12 قناة من عندها شيعية تبث بالعراق لكن على القمر الإسرائيلي. لأن طبعا هاي كشفها بوتين قبل أشهر، أنه هذه القنوات اللي تطالب وتدعي المقاومة هي تبث أصلا من تل أبيب على القمر الصناعي الإسرائيلي. إذن هذا المشروع مدروس، البريطانيين يعلمون علم اليقين أنه إحنا ممكن أن نسيطر على شيعة العراق وشيعة المنطقة عندما يكون المرجع فارسي، لأن العرب تبقى عنده في داخل هذه الغيرة العربية حتى لو كان شيعي. فمن هنا أبعدوا المرجعيات العربية عن الحوزة منذ 1920، كتاب رسمي من السامي البريطاني، من الحاكم السامي البريطاني في بغداد، أنه تم إبعاد مرة وإلى الأبد المرجعيات العربية من تصدر درجة التشيع أو المرجع الأعلى. وإلى اليوم سيستاني ما هو عربي أصلا، أصلا ولا إلهم علاقة. أنت سمعت في يوم قرأ آية بالقرآن؟ ما حد سمع غيره من المراجع. هذه هو من سيستان بلوشستان أصلا، هذه المرجعيات جاءوا بها. وتعرف أنت من خلال هذا المنهج الفكري التعبئة للحقد للطائفية بإعلام غربي وبدعم غربي وبدعم صهيوني، انضحك على شيعة العراق. واليوم شوف شيعة العراق، لا تعليم لا مدارس لا صحة لا خدمات لا شوارع لا كهرباء لا ماء. هذا لأن هناك تعاون. يا رجل خلي همنا بالمناسبة.